العراق لم يمر بمرحلة كهذه المرحلة من انتشار السلاح وكثرته لدى من هب ودب وموجود لدى كل فئات المجتمع الرسمية وغير الرسمية وبشكل مكثف جدا، وبالتالي انعكس سلبا على الوضع الأمني وانتشرت عمليات القتل والخطف والنهب والسلب والاعتداء والتجاوز على القانون والتجاوز على رجل القانون، لأن الأسلحة الموجودة لدى الناس خارج الدولة هم أكثر نوعية وأخطر نوعية. إحنا عندنا اليوم أذرع عسكرية لدى الأحزاب السياسية وتحديداً الدينية منها. هاي الأذرع العسكرية الآن أقوى وأكثر تأثير وأكثر تخويف للمواطن من الدولة نفسها. المواطن يخشى هؤلاء أكثر مما يخشى رجل الدولة. هم أنا بأم عيني أشاهدهم كيف يتجاوزون على السيطرات وكيف يتصرفون في الشارع وكيف يحملون نوعيات الأسلحة، وبالتالي أكو سيارات بلا أرقام دون أن أحد يقدر يتكلم معهم كلمة واحدة، وبالتالي أصبحوا دولة داخل دولة وهم أقوى من الدولة الحقيقية اللي هي. على كل حال، دعوة من مواطن عراقي اسمه عدنان الدنبوس، يجب 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 وقف هذا السلوك، يجب وقف هذا الأمر،